السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة كنت حابب أسجل الفيديو تبع اليوم هوني، بس سبحان الله شوي ماني مرتاح نفسيا، فأجلت لنرجع على الوكر نصور الفيديو. يعني اليوم في خبرين ثلاثة ماشي حاله. خبر جماعة جريندايزر 411 واحد من السجن، السجن المركزي تبع الرقة. على فكرة أنا ضليت سجن مركزي الرقة سنة كاملة بجناح الإسلاميين، أنا وأبو لقمان كنا وأبو البشاير مسؤول الأسرى سنة كاملة. يعني الهروب من السجن ما هو أمر سهل، مع إنه أياما كان عز دين الثورة يعني، وكان إلنا علاقات، يعني كان هن كان إلنا علاقات عشائرية، وكان أنا كان إلي علاقات بقيادة الفاروق، وكانوا متواجدين يعني قيادة الفاروق بتل أبيض. بس ما كان في أي احتمال ولا واحد مين نحسن نهرب. بس اليوم جماعة جريندايزر هربوا 11 واحد، وهلا الكندرجية مطالعين هالأرتال عم يدوروا عليهم ما عم يلاقوهم. ايه والخبر الثاني خيو، الخبر الثاني فوتت ابو محمد كانت جسة نبض. لشوف في حد احتمال يضرب بذنبه ام ولا واحد استرجع يضرب بذنبه، كلهم طوبزوا ورفعوا هيك. هذا اللي صار. فتدخل جمال باشا السفاح انه لا رجع هلا ما وقت فوتك، في لك فوت معينه، في لك وقت هلا ما وقتها، مشان الله رجع. صار اتفاقية رجع. طبعا ابو محمد ما رجع الا وقت شاف البيرق دار فوق راسه، وبيعرف التركي بس متخسر وطالع البيرق دار يضرب. هلا صراحة انا كنت مع الدخول ومع السيطرة، خايفان شي اخذ اقرا مخبر يكون جنبي يسمعني عم بحكي يقول هذا شو عم يعمل، يبلونا شي بلوي. هلا انا مع فوتت ابو محمد لهون السيطرة على المناطق كلياتها. اهلي جاي ارتفاع حرم. والسيطرة بس سبحان الله، يوم حكيت مع الدكتور ابو الهمام فحسيته لا ما انا عاجبته الاقتتال كله ما انا عاجبه، فقال لي لا يا اخي ما هاي، في عندنا خيارات افضل. هلا انا بررت كلامي انه السيء والاسوأ، انه هو سيء لكن الموجودين لسه هنيك اسوأ، انه هو اقل سوء. يعني مثل الفرق بين ابو علي سكر وبين ابو علي حسن، هذا الفرق بيناتهم. طبعا اللي بيعرف ابو علي سكر وبيعرف ابو علي حسن بيعرف شو اصلا هالحكي. هلا بما انه هذا مقطع صغير يعني دقيقتين، بده هيك طالب بس انه انا برات المكان الوكر اللي انا فيه. راح هلا ما فيها الخبر، يعني الفيديو اللي بعده هلا ان شاء الله شي ساعتين ثلاثة بتنزلوا، راح يكون في شرح اكثر مطول يعني وحكي اكثر. ما بعرف راح احاول حمله من هون. هلا معي بطاقة هون بالمكان انا فيه، بتشتري بطاقات ما في نت مفتوح، فما بعرف راح يتحمل مع البطاقة ولا لا، راح احاول ارفعه على البطاقة هلا. يا الله السلام عليكم. زين بقول الشعب فقير ما شاء الله عليك، سانتا فيات عبيان سانتا فيات، من الشعب فقير. يلا السلام عليكم، راح ننهي الفيديو هلا.